اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه كتجي كخطوه انذاريه للوزاره الوصيه بانه عليها ان تنصف الممرض ولا شيء غير ممرض سنه 2024، ممرض اللي عانى من الاقصاء والحيف طيله السنوات الماضيه في مجموعه مسلسل الحوار، اخرها حوار 24 فبراير 2022 اللي مجموعه من الفئات استفدت من مطالب ماليه مهمه الا الممرض اللي عانى من الاقصاء وخرج بصفر مكسب مالي من هذا الاتفاق. وحنا كنوجهوا النداء ديالنا للوزاره الوصيه بان 2024 خص تكون هي سنه ديال انصاف الممرض عبر عداله اجريه. العداله الاجريه كتضمن اولا انصاف التعويضات على الاخطار اللي كيتلقى عليها الممرض، واحد التعويض هزيل جدا، ومن خلال تحسين شروط الترقيه وتجويدها اللي معطي الممرض فقط واحد الكوطه ديال 14% لانه يجتاز هذا الامتحان الكفاءه المهنيه، وهذه واحد الكوطه مشحفه حق الممرض اللي كيشتغل في الخصوصيه اللي كيشتغل في الليل والنهار وفي الاعياد وفي العطل. من خلال انصاف ضحايا المرسوم 2017 كان اتفاق ديال 2017 اللي خلف مجموعه من الضحايا اللي خص الانصاف ديالهم من اجل النهوض بالقطاع الصحي وانصاف هذه الفئه. مطلب اخر هو خلق الاطار العالي بالنسبه للطلبه الممرضين اللي كيتلقاو التكوين ديالهم في الماستر في مهنه التمريضيه وتقنيه الصحه، ومجموعه من المطالب اخرى من انصاف الطلبه الممرضين عبر اقرار تعويضات ملائمه لهم خلال فتره التدريب اللي كيتلقاو داخل المستشفيات. وهذا ما هو الا نداء للحكومه والوزاره انها تدارك الاقصاء اللي طال الممرض في جولات الحوار اللي فات، وان تكون ان شاء الله سنه 2024 هي سنه انصاف الممرض وتقنيه الصحه. حاليا الممرضين وتقنية الصحة خرجوا للشارع، لماذا؟ لأن حاليا كل شيء كيقول بأنه تمت الاستجابة لمطالب الممرضين في حين أنه لم يتم استجابة لمطالب الممرضين. فعلا يعني كاين هناك حوار يدار داخل وزارة الصحة، وزارة الصحة أعطت وعود، المكتب الوطني ديال النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة يحاور، ولكن حنا كقواعد كمكاتب إقليمية وجهوية مكاتب إقليمية وجهوية لازلنا نترقب يعني هذه الوعود واش جادة ولا لا. حنا في الشارع باش نحثوا المكتب ديالنا المكتب الوطني ديالنا على أنه ينتزع المطالب كاملة ديال الممرضين وتقنية الصحة وعلى رأسها العدالة الأجرية. اليوم كما كتشوفوا كاين إضراب جهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهات الرباط القنيطرة، وكذلك انزال امام المديريه، وذلك يعني من لاجل المطالبه بالعداله الاجريه ولانصاف الممرضين وتقني الصحه، الممرضين اللي تعرضوا للتهميش طيله الحوارات السابقه سنه 2006. يعني كان نصيب الممرضين وتقني الصحه خفي حنين، كذلك الحوار الاجتماعي سنه 2022 خرج الممرضين وتقني الصحه بخفي حنين، والان يعني في هذا الحوار الاجتماعي لا يمكن ان نتراجع على المطالب العادله والمشروعه للممرضين وتقني الصحه وعلى راسها العداله الاجريه. يعني بهذه الوقفه هذه واللي في نفس الوقت كاين وقفات على مستوى جهات المملكه مسانده المكتب الوطني في حواره مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، وكذلك يعني لتوجيه رساله للحكومه وكذلك للوزاره مفادها انه لا تنازل على المطالب العادله والمشروعه للممرضين وتقني الصحه وعلى راسها العداله الاجريه، يا اما يعني ان تكون العداله الاجريه للممرضين وتقني الصحه او انه لا اصلاح بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه.